إذا الآن خلصنا الدي سي موتور، حكينا عن الدي سي موتور، رح نحن بدنا نحكي اليوم عن الفاندمنتالز اوف اي سي ماشينز. الاي سي ماشينز بشكل عام نوعين رئيسيتين، سينكرونس واي سينكرونس. عندي بداخل اي اي سي ماشين في عندي كونستانت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس او فلوكس دنسيتي. اذا في داخل اي اي سي ماشين سواء كانت سينكرونس ماشين او اي سينكرونس، ايش معنى كلمه سينكرونس في اللغه؟ متزامن. لما نقول شيء شغلتين سينكرونايز يعني متزامنين مع بعض، اي سينكرونس غير متزامنين يعني ما بيمشوش بنفس السرعه، ما فيش تنسيق بينهم. اذا عندي الماشينز اللي راح نبدا فيها، راح نبدا نحكي عن الاي سينكرونس ماشينز اللي هي كمان احيانا نحكي عنها بنسميها اندكشن ماشينز، والسينكرونس ماشينز راح نحكي عنها بعدين. لو طلعت في داخل اي اي سي ماشين سواء كانت سينكرونس او اي سينكرونس وطلعنا فيه ستيتر، ستيتر اللي هو الجهاز اللي ما القسم من المحرك الساكن من اسمه ستيتر، في عنده القسم الدائري اللي بدور اللي هو الروتر، فالروتر عندي هو اللي بدور والستيتر هو ثابت. لو اجيت الان سحبت الروتر من داخل هاي، الروتر طبعا بيختلف في حاله السينكرونس رح يكون شيء مختلف عن الاسينكرونس، لكن الستيتر هو كومن بالنسبه للتنين. فرح اسحب الان، اخذ الروتر اسحبه من داخل المحرك الاي سي ماشين، وهذا ضل عندي هون ستيتر. لو طلعنا الان في داخل هذا ستيتر، طبعا انا راح افترض انه ثري فيز ماشين، ثري فيز ماشين راح يجي يو وفي ودبليو، ثري فيزز او ثري فيز سبلاي او ثري فيز سورس. لو طلعنا الان داخل هذا ستيتر راح الاقي عندي كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس. كونستنت ماجنتيود، كونستنت ماجنتيود يعني قيمه هذا الفيكتور اللي هو في الحاله هاي الماجنتيك فلوكس دنسيتي، راح الاقي انها كونستنت لكنها عماله بتلف على سرعه معينه. هاي السرعه اللي بلف عليها الماجنتيك فلوكس دنسيتي او الماجنتيك فلوكس بنسميها السينكرونس سبيد. يعني لو احنا بدنا نتخيل انه انا جبت اي سي ماشين وسحبت الروتر من داخل الاي سي ماشين، صار عندي هون فراغ وحطيت الكتريكال سبلاي، رح يتكون عندي ماجنتيك فلوكس. لو انا جبت الان بوصله وحطيت البوصله في داخل هذا المحرك هون، ابره البوصله راح تلف بنفس السرعه اللي بلف فيها الماجنتيك فلوكس. هذه السرعه بتعتمد على اشياء، بتعتمد على عدد البيرز اوف بولز سينكرونس سبيد، اذا بتعتمد اون الفريكونسي تبعت السبلاي اللي هي ايش وحدتها؟ ايش وحدة الفريكونسي تبعت السبلاي؟ ايش وحدة الفريكونسي؟ هرتز. الشيء الثاني عدد البولز اللي موجودة في هذه المشين، أنا راح الأسلاك اللي بسحبها من السبلاي راح ألفها بطريقة معينة، راح ألفها في الستيتر بطريقة معينة بحيث أنها تعطيني بولز. عدد البولز اللي موجود هون اللي هو بي، إذا هذا نمبر أوف بولز بير فيز. هاي المشين ايش؟ كم فيز؟ 3 فيز. اذا عدد البولز بير فيز هو اللي راح يحدد السينكرونس سبيد، والسينكرونس سبيد هي السرعه اللي راح يلف عليها الكونستنت ماجنتيود ماجنتيك فلوكس في داخل هاي المشين. اذا هاي السرعه اللي راح يلف عليها، وهذا صحيح بالنسبه لو كانت المشين سينكرونس ماشين او لو كانت اي سينكرونس او اندكشن ماشين. وهذه السبيد اسمها سينكرونس سبيد، وهي السرعه اللي بلف عليها الماجنتيك فلوكس او روتيتنج ماجنتيك فلوكس في داخل هذا الجهاز.